موريتانيا تخلد عيد الأضحى الاثنين، والأسواق وجهة مفضلة للجمهور وإجراءات خاصة في محيط السوق المركزي. إمام الحرمين في عرفة، سلامة الحجيج خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها برفع شعارات سياسية. ذكرى 11 سبتمبر تتزامن مع مرور 10 سنوات على إعدام صدام، أيقونة النضال ضد المعسكر الأمريكي. أهلا بكم إلى أخبار الساحل من العاصمة نواكشوط. تحتفل موريتانيا الاثنين بعيد الأضحى المبارك، وهي المناسبة التي يكثر فيها الإقبال على الأسواق، ما دفع قطاع أمن الطرق إلى اتخاذ إجراءات خاصة في محيط السوق المركزي بالعاصمة، تم بموجبها إغلاق جميع الطرق المؤدية إليه أمام سيارات، وسمح بالمرور للمشاة فقط، إجراءات تهدف إلى تخفيف الضغط على السوق الذي يشهد إقبالا كبيرا من المتسوقين قبل حلول عيد الأضحى المبارك. ويرحب البعض بهذه الإجراءات التي تضمن انسيابية الحركة، في حين ينتقدها آخرون. وللوقوف على هذا الهدف من هذه الإجراءات، ينضم إلينا في الاستديو السيد والنقيب سيدنا والحمود، مدير الاستعلامات والاتصال بالتجمع العام لأمن الطرق. أهلا بك. بداية سيد نقيب، ما الهدف؟ ما هدف القطاع من هذه الإجراءات؟ إجراءات إغلاق السوق وجه العيد هي إجراء عملية احترازية، عملية احترازية نتيجة المصلحة العامة، مراد منها مصلحة العامة للمواطن والتخفيف من المعاناة اللي يشهد في السوق، وياك إنه قد يدخل السوق ويرجع من وقايته، كل شيء لين يسمح بالطرق الأخرى اللي كان ما فيها إغلاق للسوق لا يتعود ياسر من السيارات محتل الشارع، ولا صفة تعود محتلة الباعة، ويصبح المواطن عرضة لياسر من هذا من المراد اللي لين ينقفل السوق تعود له ينفسح المجال، ولا يرجع قايته بكل أريحية، ولا يسلك من عمليات السرقة، ويسلك من لا قدر الله خلق حريق وخلق رواية، وتقدر تدخل الجهات القيادة تدخل المجال. سيد النقيب، بالنسبة لإغلاق السوق، كافة فئات المجتمع ومنهم كبار السن والمعوقون، هذه الإجراءات تمنع هؤلاء من ولوج السوق نظرا، يعني من دخولهم إلى السوق نظرا لأن سيارات لا يسمح لها بالدخول، وعناصركم لا تراعي هذه الحالات. أنا قلت لك في البداية لأن هذه عملية احترازية، ولأن نحن نتيجة المصلحة العامة، ونعرفون اللي معدرين في مصلحة المواطن الضعيف، وخاصة المرأة والطفل والشيخ اللي ضعيف اللي يدخلوا السوق، هذا مصلحتهم بهم، اللي كانوا يدخلوه زحمة خانقة وكانوا يدخلوه ياسر من السيارات، ونحن هون مقدمين المصلحة العامة للمصلحة الخاصة، ولا قد جانا حد معوق السيارة وضع حد يلا يساعدنا، فتحنا له المجال وساعدناه لين بالنسبة للمعوقين وكبار السن، المعوقين والناس اللي ضعاف نطرحوه في نقر السوق لين تنطرح ونواخذوا الوتر. هذا عنده جوانب إيجابية، فهم جوانب سلبية على واحدين أخرين كان وصلا يختار ولا يمشي بوتات من وقفهم نقر السوق، وتخرج زحمة في نقر السوق، ويتضايق من المواطن، وينسرق دبش المرأة، وينسرق دبش الشيخ الضعيف، ويعودهم في وضع عارمة، تعود تمنع أي إسعاف لا يخرج، وأي مردة خرجت كارثة طبيعية وضع مخترقة تعود لها تمنع الجهات الرياضة تدخل فيها من تدخل فيها، هذه هي نتيجتها، والتخفيف المادي من زحمة المرور في ضواحي السوق، وقايلين احنا انها عملية ناجحة. لكن سيد النقيب، منع سيارات من دخول السوق خفف الزحمة فيه، ولكنه بالمقابل زاد في محيطه نظرا لغياب أماكن لوقوف السيارات مثلا، وعدم اهتمامكم بالنقاط البعيدة نسبيا من السوق. احنا ما بالنسبة لنا دخلوا السيارات يجين يلحقوا محيط السوق ويوقفوا عندهم دي بارك يوقفوا فيه، فهم ذاك اللي احنا بلد فرق قديما توقف فيه السيارات، وفهم سيارات توقف فوق بريدات اخرين احنا موتل واحد المسجد الجامع، وفهم واحدين يمشوا سياراتهم، وهذه ضرورة في وقت السوق به اللي تكاثر فيه الناس ياسر، ولا بد من الناس تفهم لانها ما تقدر كاملة تدخل نقر السوق بوتاتها،
الناس ما زادت ولا انتقصت، اللي انتقص عنها السيارات اللي جاضت ود ما ينقر السوق ياكلها يرقع قايته، وياك داخل قد خلق روشي يعود قد جيها امبيلانس ولا قد جيها بومبي قد تسعف رواية. وهذا مهم وعنده جانب الإيجابي مرة، لكن ويخفف من الحوادث اللي تخرج من نقر السوق اللي كانت تصلنا، منين توقف واحد وتوير حقها متقعرة من كل جهة والسنيالات متدقدقين ويخرجوا كوارث حرائق في نقر السوق ويجيب بومبي لا تدخل فيهم ذات اجبار البلد منين تدخل نتيجة لاكتظاظ المواطن ويخرج فيه اختناق، وهذا لا بد من وراء فيه مصلحة المواطن هو مصلحة المصلحة الشخصية وضع المصلحة الخاصة. سيد نقيب، إلى متى تستمر هذه الإجراءات؟ هاي الإجراءات إحنا نعدلوها دائما، خاصة الإجراءات اللي خاصة بالسوق نعدلوها زمن العيد لين توفوا ترجع الحالة الطبيعية، ترجع الحالة الطبيعية ونوقف الكرفو بعد 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 العيد. بعد العيد نوفا ونقفل الشوارع يعني السوق. اليوم الأول من العيد. اليوم الأول من العيد واليوم الثاني ذاك نظرا للزحمة اللي تعود في السوق اللي نعود فيه الصبح زحمة، لكن تستمر النهار الأول من العيد إلى يوم العيد له يرجع الصورة طبيعية. لاحظنا كذلك أنه بعد انتهاء القمة العربية بأيام واصلتم منع السيارات من الركون في مدخل أو في مداخل السوق المركزي، ثم تخليتم عن الإجراء لاحقا، ما السبب في ذلك؟ ما تخلينا عن الإجراء لاحقا، نختار من ذلك من برده هو، ونشكركم على الاستضافة الذهية إياكنا نوضح نقطة الذهية. إحنا عندنا سوق وعندنا عاصمة وفيها شوارع معدلين والدولة بذلت فيهم ياسر من الأموال إياك تعدل ذي البنى التحتية اللي ثمينة، وإحنا هون لاهي نحافظ لأن الطريق عندها خصوصيتها ولا يلا حد يعدل بارك في بريدة ما يلا خلق فيه حد جاي من الطريق لا يوقف عنده بدل منين يوقف توقف لا يرقع قاية والله لا ينقص حد والله لا يرفض حد، أو باركينج الوتات عنده بليد آخر يقيس باركينج يوقف فيه، وهذا الإجراء إحنا ما لنا نتخلاه عنه ونختار المواطنين يفهموا على الناس أطلي للوتات يوخذوا عليه والرصيف لارواقيش يقطروا عليه وشي ثاني إحنا دورته ومستمرين عملنا وضركات إياها قافلين قاع السوق، ما إحنا قافلين ضرك السوق اللي فيه الشوارع والشوارع ما نبخين حد يوقف عليهم عليهم الدارواقي. لكن هل يتم متابعة هذه الإجراءات؟ هذه الإجراءات متابعة. كسؤال آخر، أنتم كقطاع مثلا في بعض الأحيان يوجه لكم الكثير من الانتقادات نظرا لتصرف عناصركم مع المواطنين، هل اتخذتم إجراءات جديدة لتحسين صورة القطاع أمام الرأي العام؟ إحنا قطاع صورته نحتسبونها ما يسيئ أمام الرأي العام، بيندي نعتبره لأن أي حد له يمارس القانون لا يطبق القانون كل شفافية يدور لا يتلقى ياسر من انتقادات الكثيرة توجه له به اللي ما هو قابل يقبل الرشوة ولا هو قابل يتخلى عن مسؤوليته في العمل اللي هو يكون جاني يؤديه ولا هو قابل يطلص فلان على حساب فلان ولا هو قابل يكون الناس كاملة تعود بتواقطها ولا هو قابل حد يرتكب المخالفة ما مبين لأنه ارتكب المخالفة الفلانية نظرا كذا، وهذا ما هو لا يعود مونك عند ياسر من الناس فعلا. الناس بعد اللي يالا تعود ترائي مصلحة البلد ومصلحة المواطن يالا يعود مونك عندها وبه اللي يالا يهم بيه اللي الناس اللي تقطع تواقطها واللي تم ما ترتكب المخالفات هذا لا يحد من الحوادث ولا يجعلنا ما اللي نتم ونميز وتاتنا شنهم ولا خرقتنا حوادث سرقة بالسيارات نعود نعرف هي شن هي وإلى كرف نلقاه واحد على طالي نعود نعرف الوتا بعد شن هي ما تعود في مية ولا صان بلاك نراوقوها. اسمح لي على هذه النقطة، لكن البعض يقول بأن أماكن وقوف السيارات في أماكن محدودة غير كافية، أماكن وقوف السيارات يعني في الطرقات هذه الأماكن غير كافية لا يكفي بالنسبة لي. هذه السيارات يكفي انه هو هون يالت السائق يعرف يعني لان هذه البريدة المخصصة لوقوف السيارات على الرصيف اللي على ظهر طريح حاشي تطري يالله يعرف انه فهم توقف
اللي رقي قاية رقاش لا يطرح رقاش ولا هو بلاد باركينج، بلاد باركينج عنده بلاد أخرى يقص. أنتم ما ربت الفست الساحل قدامكم هاي البلاد اللي هي ما تقدر تعود باركينج الوتات بيجي ليش أحد منكم لا يطرح حد وضع له يوقف ما يقدر تعود قارق عليه واحد ثاني ما هو ما هو ما هو بلاده. هذا سلوك ويلا مسلكيات عندنا ويلا تتغير. شكرا. النقيب سيدنا والحمود مدير الاستعلامات والاتصال بالتجمع العام للطرق، شكرا جزيلا، كنتم ضيفنا في هذه النشرة. نتابع في ما يلي عينة من آراء المتسوقين حول أجواء العيد. لأن في النهار نعودوا ما شاء الله واحلين وذاك شنو نختاروا نجوا للمرسى لا في الليل وذاك النوع، لأن أجواء في الليل ما شاء الله باردين وملائمين، فهمت؟ وما شاء الله العيد مالي زين ومبارك الحمد لله، والفضة مالي لاباس خارقة ما شاء الله. لكن عندهم رجال الحمد لله طول عمرهم، لكن عندهم كان ما محاكمين عنا بعد ما شاء الله. نتكلم عن أجواء العيد في نواكشوط ما شاء الله وفي المرصة زينين ما شاء الله، والأجواء ما شاء الله زينة وآمنة، وإحنا العليات خصوصا نختاروا دائما نجوا في الليل بيلي عود الوقت مناسب لنا، بيعود أبرد وجو مريح وعود شبهنا من النهار بيدو الأيام حامي بالنهار. وانتو الأجواء ما شاء الله زينين، مصيبة عامة وأجواء العيد ما شاء الله زينة ومباركة عينها عليكم إن شاء الله العيد، كل سنة أنتم بخير. هذا العيد لينا مبارك، مبارك لينا وإلي لجميع المسلمين، نعرف أنه عيد زين وفيه فرح وفيه الناس ما شاء الله هون توحد وزين عند هذا العيد وفرحانين ملي به وراجعين عند مولانا إن شاء الله عيد لنا لموريتان كامل بالخير والحسنات. قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس إن أمن الحرمين وسلامة الحجيج خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها برفع شعارات سياسية أو نعرات طائفية. وأضاف السديس في خطبة عرفة التي ألقاها في يوم الركن الأعظم من الحج أنه على قادة الأمة الإسلامية وشعبها التضامن وتنسيق المواقف لحل القضايا الكبرى وفي مقدمتها قضية فلسطين. وكان حجاج بيت الله الحرام قد نفروا قبل ساعات إلى مزدلفة بعد وقوفهم بعرفة، وتميز الحج هذا العام بإجراءات أمنية مشددة وتدابيرات بين الرياض وطهران أدت إلى مقاطعة إيران للحج. قرابة مليوني مسلم يصعدون جبل عرفة لأداء من سك الحج الأعظم للسنة الهجرية 37 400 ألف بقلوب خاشعة تفيض إيمانا. حج هذا العام لا يختلف فيه واقع المسلمين كثيرا عن السنين الماضية، واقع تتلبسه السياسة والمصالح الاستراتيجية المتباينة للدول وعلاقاتها المتوترة. لم تستطع السعودية وإيران القوتان المتنافستان في الشرق الأوسط أن تتجاوز خلافاتهما حتى في أداء فريضة الحج، حيث منعت طهران مواطنيها من أداء فريضة الحج معللة أن الظروف غير مواتية لذلك، ومعتبرة أن السعودية هي التي منعتهم بوضعها عراقل وقيود، فيما اعتبرت السعودية القرار عائد لإيران وأنها لم تمنع أي إيراني من أداء فريضة الحج، وأن طهران هي التي رفضت التوقيع على محضر الاتفاق لإنهاء ترتيبات حج هذا العام. الخلافات الإيرانية السعودية وارتباطها بصراع المحاور في المنطقة وما يسمى بالصراع السني الشيعي حضرت بقوة إذن في حج هذا العام، وتبادل الطرفان الاتهامات التي وصلت إلى حد تصنيف كل منهما للآخر بالخروج عن الإسلام. فهل باتت السياسة متحكمة في كل شيء حتى أضحى الإسلام مجرد وسيلة من أدوات المعركة يستخدم كما تستخدم باقي الأسلحة؟ وللوقوف على أوضاع الحجاج ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة مزدلفة من منطقة مزدلفة الصحفي محمد علي والعبادي. الأستاذ محمد علي تقبل الله منكم، أديتم اليوم الركن الأعظم من الحج وهو الوقوف بعرفة، كيف مر هذا اليوم؟ لقد مر اليوم بالسلام، حيث أتى جميع الحجاج مناسكهم بالصعود إلى جبل عرفة وكذلك بالدعاء والابتهال لله تعالى طيلة اليوم. واليوم بدأ الحجاج
بالذهاب إلى مزدلفة، هم الآن في مزدلفة لمواصلة المشاعر، مشاعر الحج قبل يوم النحر غدا. سيد عبادة، ما تقييمك لحج هذا العام وهل سارت الأمور بانسيابية؟ لقد كان الحج هذا العام حجا جيدا، فلم تلاحظ أي مشكلات. لقد استطاعت السلطات السعودية أن تنظم الملايين التي أتت وأن تفتح لها ممرات حتى لا يحدث زحام، الزحام الذي كان دائما ما يؤدي إلى وفاة كبيرين وما يؤدي إلى حوادث لا قدر الله. أما الآن فقد استفادت من تلك التجربة وتم تحسين المشاعر، ففي مشعر بنن تمت وضع خطة خماسية لتحسين تفريج الحجاج حتى لا تحدث أي مشكلة يمكن أن تؤثر على الحجاج، كما أن هناك خدمات يومية للحجاج من ناحية الصحة، من ناحية العناية بهم، حتى أن كل واحد من الأفراد السعوديين ومن أفراد الأمن يخدمون الحجاج بطريقة سيابية، وهذا ما يلاحظه كل واحد، حتى هناك البخار الذي يرطب الجو وكل ما يصب في مصلحة خدمة الحاج وجعله يؤدي مناسكه بكل سيابية وبدون أي مشكلات وأي حوادث. وهي في الحقيقة أمور تحديات كبيرة استطاعت السلطات السعودية أن تكسرها وتتلافى ما يحدث بالحديث بالسابق، إنما تحديات كبيرة، وهذا ما لمسناه حتى أن اليوم زرت الحجاج الموريتانيين في مخيماتهم، وحسب ما عبروا لي كانت الظروف جيدة، وإن كانت هناك نواقص في مجال الصحة، بمجال تعامل البعثة الصحية معهم، إلا أنهم قالوا بأن المستشفيات التي فتحت من طرف السلطات السعودية استطاعت أن تتلافى ذلك النقص وتقدم خدمات للحجاج الذين أحسوا ببعض أمراض أو بعض النزلات اللي تحدث أو الحساسيات التي تحدث. لم هذا ما لاحظته اليوم، وهم الحجاج الآن في حالة الحجاج المكانين في حالة جيدة والحمد لله، ويؤدون مناسكهم بطريقة إنسيابية حتى الآن. سيد عبادي، هذا ما كنت سأسألك عنه في سؤالي الموالي. أنتم كحجاج موريتانيين، هل وفرت لكم سلطات الحج الموريتانية ظروفا جيدة؟ أنا كما قلت لك زرت اليوم مخيمات الحجاج الموريتانيين والتقيت الكثير منهم، منهم البعض الذي يشكر تعامل السلطات الموريتانية معهم ويعتبر بأن هناك بعض النواقص لكنها نتيجة الفوضى وعدم التنظيم داخل هؤلاء الحجاج، لكن هناك حجاج آخرون قالوا بأن الظروف ربما كانت في السابق ظروف سيئة خاصة في المدينة، وقد تحسنت شيئا في مكة المكرمة، إلا أن ظروف النقل والباصات التي تم تأجيرها لهم كانت باصات غير جيدة، وهم غير راضون عن الموسم هاي السنة باعتبار أن الموسم الماضي كان أفضل بالنسبة للكثير منهم، وكذلك كان النقد حقيقة الكبير موجه إلى البعثة الصحية التي غابت حسب هؤلاء عن القيام بدورها ومساعدة المرضى من هؤلاء الحجاج أو من لديهم استشارات طبية على الأقل. سيد عبادك، سؤال أخير، السلطات السعودية اتخذت إجراءات أمنية صارمة هذه السنة، هل أثرت هذه الإجراءات على سير المناسك مثلا؟ حتى ما رأيت وحتى تشوفني في المناسك بصورة عامة وذهب اليوم إلى جمال عرفة لم ألاحظ أي عراقيل
أمام الحجاج، بل هناك ارتيابية مطلقة أمام الحجاج، وكان هناك تبويش بصورة جيدة يضمن للحاج أن يؤدي مناسكه دون تدافع ودون، كما أن تم توفير جميع الخدمات الصحية والخدمات الأخرى التي تعمل على جعل الحاج بطمأنينة وراحة للقيام بمشاعره بصورة جيدة. العبادي كنتم معنا عبر الهاتف من مزدلفة، نتمنى لكم حجا مبرورا وعودة ميمونة ولجميع الحجاج الموريتانيين، شكرا جزيلا لكم. قال السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال إن بلاده ملتزمة بضبط النفس واحترام وقف إطلاق النار، مع البوليزاريو والأشغال التي تقوم بها في منطقة الكركرات لها طابع أمني صرف ومحدود في الزمن. وأضاف هلال في تصريح لوكالة أنباء المغرب العربي إن الرباط قررت إنشاء طريق في المنطقة يمتد لثلاث كيلومترات بهدف مواجهة عمليات التهريب. وكانت الأمم المتحدة قد نشرت مراقبين في منطقة الجرجرات ودعت الرباط والبوليزاريو إلى الالتزام بتعهداتها السابقة، وتعتبر المنطقة منطقة منزوعة السلاح وتفصل بين الجانبين المغربي والصحراوي، وتشرف الأمم المتحدة على مراقبتها. تمر غدا الذكرى العاشرة لإعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين الذي نفذ حكم الإعدام فيه يوم عيد الأضحى المبارك قبل عقد من الزمن. صدام حسين شكل لكثير من العرب أيقونة النضال في وجه الاستعمار، وهو الذي واجه المغسلة بشجاعة نادرة. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت. عشر سنوات مرت على إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين المجيد بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، ولم تنس الأمتان العربية والإسلامية المذكولتان بالابن البار على ما يبدو. الحدث الذي اختير له توقيت ربما يهدف إلى استفزاز المشاعر وحتى طريقة التنفيذ البشعة بالشنق، وهي الطريقة التي يقول متخصص علم الاجتماع إن الهدف منها هو إذلال الضحية أكثر، وهو ما لم يتحقق مع ابن تكريت الذي تحول إلى أيقونة خالدة في نظر الكثيرين يومها. بعد عقد من الزمن على تواري صدام عن مشهد الأمة العربية، يرى البعض أنها أدركت أنها لم تنجب بعد أشجع ولا أصبر من صدام حسين الذي لفظ آخر أنفاسه مرفوع الرأس مدافعا عن قناعاته ومتحملا كامل المسؤولية، واقفا بشموخ ضد طغيان وجبروت السياسة الأمريكية. ذكرى استشهاد المجيد تحل هذا العام وقد تجاوز الحجاج المسلمون 1,800,000 حاج إلى بيت الله الحرام، ووقفوا على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بعدما قضوا يوم التروية في صعيد منى تباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووسط أوضاع عربية توصف بالصعبة وتزايد أرقام اللاجئين العرب التي باتت تناطح السماء بفعل التدفق وتراجع الاهتمام بالإنسان العربي عند السلطة الحاكمة بفعل مشاكلها الداخلية بالنسبة للبعض والبخل بالنسبة للبعض الآخر، تتالى سقوط الأنظمة العربية بعد سقوط بغداد وكأنها عاصمة العرب التي كانت تدافع عن الجميع، الأمر الذي جعلها تستهدف قبل الكل. يوم 30 ديسمبر من عام 2006 كان الفاجعة التي حلت بالقلب العربي النازف وسط إيمان قوي بالتحمل رغم قلة البدائل يومها. شنق صدام يوم عيد الأضحى عقد الأمور أكثر في العراق ولاحقا في المنطقة، وباتت السيطرة شبه مستحيلة وازدادت لغة تحكيم السلاح على المنطق والسياسة، واستفحل الدور الإيراني في المنطقة وبات مسؤولوها يتبجحون بالسيطرة على 4 عواصم عربية. فمتى يستجمع العرب قواهم المتناثرة وتعترف القوى الغاشمة بفشل سياستها التحكمية ويظهر للعلن قادة بوزن صدام وسط تنامي فكرة المؤامرة والجشع في التوصل للسلطة على حساب الأمة المتماسكة؟ وإلى موضوع آخر، حيث خلدت الولايات المتحدة الأمريكية الذكرى 15 لأحداث 11 سبتمبر التي استهدفت برج التجارة العالمي في نيويورك، وكان من نتائجها إعلان بوش الأمن ما وصفها بالحرب على الإرهاب. ذكرى هذه السنة تزامنت مع إقرار مجلس النواب الأمريكي تشريعا يسمح لذوي ضحايا الاعتداءات
رفع دعاوى قضائية على الحكومة السعودية عن الأضرار التي لحقت بهم، وهو التشريع الذي أعلن البيت الأبيض أنه سيستخدم حق النقد لإلغائه. 11 سبتمبر 2001 يوم غير عادي، شكل علامة بارزة في السياسة الدولية وأصبح تاريخا له ما بعده، عندما قررت القاعدة تدمير برج التجارة العالمي في نيويورك، رمز القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، مستخدمة طائرتين مدنيتين أمريكيتين كانتا في رحلات داخلية عادية. بعدها بساعات أعلن بوش لابن الحرب على الإرهاب، وتوعد منفذ الهجمات وداعميهم بالويل والثبور، فتم احتلال أفغانستان والإطاحة بنظام طالبان الذي كان يوفر الملاذ الآمن لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ولاحقا تم احتلال العراق وانتهكت القوانين الدولية بحجة مكافحة عدو مبهم يسمى الإرهاب. اعتقل المئات دون محاكمة في معسكر غوانتانامو وحرموا من جميع حقوقهم، كما ظهرت صور صدمت الرأي العام الدولي لمعتقلين في سجن أبو غريب القريب من العاصمة العراقية بغداد. بعد 15 سنة على هجمات سبتمبر، استطاعت واشنطن اغتيال زعيم القاعدة والحد من خطر التنظيم، لكن جيلا جديدا من المتشددين ظهر على أنقاض الجيل القديم، عرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش، انتهج طريقا أكثر دموية، وهو ما جعل البعض يرى أن الولايات المتحدة والغرب عموما مسؤولان على الأقل بشكل غير مباشر عن ظهور هذا التنظيم من خلال الممارسات الظالمة بحق العرب والمسلمين وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا. أخذ المسلمين بجريرة قلة من المتطرفين لا يمثلون إلا أنفسهم، سياسة يبدو أن واشنطن لم تتخلى عنها بعد، حيث أقر مجلس النواب الأمريكي قبل يومين تشريعا يسمح لأسر ضحايا 11 سبتمبر مقاضاة الحكومة السعودية على الأضرار التي لحقت بهم، وهو القانون الذي تم إقراره قبل ذلك في غرفة مجلس الشيوخ، ويعتزم البيت الأبيض استخدام حق النقد الفيتو ضده، لكن ذلك لا يغير من حقيقة أن الولايات المتحدة تستخدم تلك الهجمات ذريعة لتصفية الحسابات السياسية مع العرب وغض الطرف عن الممارسات الإسرائيلية التي ينطبق عليها معيار إرهاب الدولة. بهذا التقرير نصل إلى ختام النشرة، تذكير بالعالمين. موريتانيا تخلد عيد الأضحى الاثنين، والأسواق وجهة مفضلة للجمهور وإجراءات خاصة في محيط السوق المركزي. إمام الحرمين في يوم عرفة، سلامة الحجيج خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها برفع شعارات سياسية. ذكرى 11 سبتمبر تتزامن مع مرور 10 سنوات على إعدام صدام، أيقونة النضال ضد المستعمر الأمريكي. نهاية النشرة، قدمنا لكم من الساحل تي في في نواكشوط تفاصيل أوفى www.sahel.tv. السلام عليكم.